الدكتور سمير النجار الخبير الزراعي الكبير، 55 سنة تصدير لحصلات مصر من الخضر والفاكهة. دكتور سمير النجار هيزرع في الوادي الجديد في منطقة أبو منهار 20,000 فدان، ده غير المساحات الكبيرة اللي بيزرعها في الشرق العينات. يعني الوادي الجديد مش جديدة على مجموعة دلتكس. خليكم معانا عشان نعرف تفاصيل زراعة ال 20,000 فدان وحجم الاستثمارات اللي هتضخ في هذه المساحة وعدد فرص العمل. خليكم معانا. اللي هنقابله دلوقتي واحد من أبطال قصص النجاح الكبيرة جدا في قطاع الزراعة، الدكتور سمير النجار، رئيس مجلس إدارة شركة دلتكس الزراعية العملاقة، وهو من كبار المستثمرين في القطاع الزراعي. 55 سنة من التصدير لحصلاتنا الزراعية، وخصوصا البطاطس والأهم أسواق العالم. خبرة كبيرة، وقرر أنه يزرع 20,000 فدان في الوادي الجديد، من إجمالي 63,000 فدان خصصها المحافظ الجدع اللواء محمد الزبلوط للاستثمار الزراعي الجاد في منطقة أبو منقار. دلوقتي هنسمع شهادة الدكتور سمير النجار عن الوادي الجديد والآلية الجديدة لتخصيص الأراضي من خلال تفويض المحافظين بقانون وقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد عودتنا من الوادي الجديد كنا لازم نتوجه فورا للدكتور سمير النجار رئيس مجلس إدارة شركة دلتكس. هذا الرجل رفع منتجات دول في أسواق العالم وحط منتجات باسم مصر. تحياتي ليك يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله، ويعني مهما قلت مش هوفي حقي على الصادرات الزراعية المصرية. خلينا نبدأ من البداية كده من الوادي الجديد. ايه اللي خلى حضرتك تفكر ان لازم نروح الوادي الجديد ونبدأ زراعة هناك؟ أسباب كتيرة. احنا لنا خبرة في الوادي الجديد في الجزء الآخر اللي هو شرق العينات حوالي دلوقتي 15-17 سنة في شرق العينات. بنزرع ما بين 15-20,000 فدان هناك في خلال فترات الوقت ولا زلنا نزرع. بس شرق العينات كان التعامل فيها مباشرة ما بيننا وبين هيئة التعمير. الوادي الجديد فكرنا فيه أكثر مرة وزرته أكثر مرة في خلال 15 سنة الأخيرة، لكن الفرق الوحيد هو وجود شخص على رأس الوادي الجديد مختلف عن كثير من اللي أنا قابلته قبل كده. راجل بيفكر في التنمية، بيفكر في بلد، راجل أما بيتكلم بينافس. ولاية راجل وادي جديد ما هيش ولايته، لكن هو راح قابل أصحاب الولاية وهو وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير. خد الإجراءات، خد التفويضات، وعمل بروتوكول مع الوزير، ورجع تاني. البروتوكول ده عرض على الهيئة والهيئة أعطته تفويض. راجل بتطلبه في أي لحظة، استحالة أنه ما يردش على تلفونك أيا كان، أيا كان اللي بيطلبه، مش بتكلم عن نفسي، أي شخص بيطلبه راجل بيرد عليه، ما يردش عليه الولاد بيرد عليه بالليل، مفيش مكالمة ما يردش عليه. بيتحرك مع كل الناس. بني آدم أحسبه جريء ونظيف، وما تلاقي الشخصية جريئة ونظيفة يبقى أنت بتأمن على نفسك، تأمن على استثماراتك، وتأمن على مواعيدك. راجل بيحترم نفسه. الواحد بيقلق وبيزعل لما يلاقي ان سرعة العجلة في الرئاسة اسرع بكتير من سرعة المسؤولين. بالاضافة الى الصحراء الغربية والمنطقة دي كلها منطقة فيها مياه نظيفة بمستوى جيد بالمياه. يبقى يبقى انك تختار الموقع وتختار التربة. مصر في معظمها تربة منقولة. منقولة؟ منقولة، تربة بتنقلها لها الرياح على طبقات صخرية. فبتشوف ايه نوع التربة المنقولة، العمق بتاعها قد ايه، وبتشتغل فيها وبتستعمل فيها المية بالطريقة اللي تتمشى فيها. يعني المية واستخداماتك للمية يجب أن تكون النواحي الفنية بالقدر الملائم للتربة. في تربة متماسكة لازم يديها مياه قليلة، في تربة عميقة
تحتمل في التربة اصلا يعني خفيفة زي التربة في شرق العوينات تحتمل كميات مياه اكثر. التربة هنا عاوزة مياه اقل، ويجب ان يكون فيه محاسبة جيدة ونظام ري جيد اللي نسمي عليه يعني المانجمنت في الري، ادارة الري. لازم تكون إدارة حكيمة وحكيمة فاهمة صحيح، وهي بتتعامل فيها لازم تختلف من محصول لمحصول ومن جو إلى جو. هل هيحصل استفادة وتبادل خبرات ما بين الشباب في الريف المصري الجديد وما بين المستثمرين في هذه المناطق؟ أنا الاتصال الوحيد اللي تم ما بين الريف المصري وبينا كان الأسبوع الماضي، اتصل بي رئيس شركة الريف المصري وطلب ان احنا نقعد معاه، وانا قلت له تليفونيا اي شيء محتاجه هذا المشروع، مشروع المليون ونص او شركه الريف المصري، احنا تحت امره بدون اي مقابل، بس باسلوب منظم نعرف بنعمل ايه، مطلوب مننا ايه، بنعمل ايه، بنقول اللي احنا نقوله يتقال مكتوب وواضح، واذا لاق لهم يتفضلوا يستعملونا، اذا شايفين ان احنا مش مفيدين احنا تحت امرهم، لكن احنا إذا طلب مننا شيء فيه مصلحة هذا البلد، مش أنا بتكلم عن نفسي، أنا بتكلم عن نفسي وبتكلم عن زملائي من شركات زراعية وشركات تصدير على 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 وجه التحديد، إحنا تحت أمر أي خليج أو أي جهة تحب تستفيد من خبراتنا بننقل لها الخبرة بتاعتنا، وهي لها الاختيار إنها تاخد منها ما تشاء وتطلب منه ما تشاء، سواء يزرع إيه، يروي إزاي، يسوق محصوله ازاي، يصدره ازاي، ما هو السر، ما هوش كهنوت. احنا في الوادي الجديد كان الاتجاه نحو تمليك هذه الاراضي للمستثمرين، انتم من اخترتم حق الانتفاع، ايه الهدف؟ لا احنا وقت الكلام كان كلام حق انتفاع، وكنا متصورين حق الانتفاع يبقى 50 سنه او 70 سنه، قالوا لا ده 25، انا محاضر لان انا واخد حق انتفاع قبل كده في مزاد في شارع العينات، افتكر يا 700 49 سنه ما حضرنيش يعني، قالوا 25 انا محاضر. ده بعد كده استجدت ان هم قابلوا مستثمرين اخرين واتكلموا معاهم ان ياخدوا حق الشراء، فهم اعطوهم حق الشراء وما ادوناش الحق اللي هو دول الاخرين، لكن اعتقد ان احنا لو طلبنا ان نتساوى الاخر هيساوونا بالاخر يعني. هو العاد هي الفكره كلها، انا يهمني الاتي، ارض تزرع، ناس تتوظف، ناس تشتغل، مصر تنتج وتغطي جزء الاستهلاك المحلي وجزء للتصدير والعجله تدور. انا الحمد لله بزعم ان شركتي الصغيره بتتعامل مع حوالي 7 مليون بني ادم في مصر. عدد العاملين في الشركه سواء السنين او المصريين بيتجاوز ال 10,000. التفويض اللي منحه رئيس الجمهوريه للساده المحافظين للتصرف في الاراضي بنسبه 20 و80%، وحاليا بداوا يشتغلوا فيه، وبموجبه تم التصرف في 70,000 فدان للمستثمرين. هل انت شايفه هيبقى فاتحه خير على الوادي الجديد؟ انا بالنسبه لي مش بتكلم على الوادي الجديد في الحته دي، بتكلم على مصر. بالنسبه لي عشق ان يبقى اللامركزيه، ادي تفويضات لكل واحد في موقعه وخليه يشتغل وحسبه. مصر مش هينفع ابدا ان نسبه كبيره جدا نايمه ومتكل على الاخر عشان يوكلها. النهارده لما يبقى فيه تفويضات كامله للمحافظين سواء في الارض الزراعيه او في خلافه، هيحصل ايه؟ ان كله هيشتغل، كله هيحاسب، كله قلقان وخايف لانه هيقدم تقريره انا انت عملت ايه؟ التفويض ده بيتبعه ايه؟ يعني حضرتك فوضتني، بعد ما تفوض بتقول لي تعال انا فوضتك، ايه اللي انت عملته في لازم اقدم لك تقرير. كل واحد مننا بيبحث ما نطلق عليه سكسس ستوري، قصه نجاح. فانت اديت الفرصه للمحافظ لا يعمل قصه نجاح يروح. صحيح. فطبعا يعني يبقى احد الجدعان ولا لا؟ احنا تعبنا قوي مع هيئه التعمير، انا ما يعني ما اتكلمش على رئيسها الجديد لانه ما بقالوش ايام، لكن احنا تعبنا جدا. انا على مدى ال 50 عام احنا تعبنا، في كوربشن وفيه كسل وفيه عدم اداء وفيه عدم تنفيذ، في حاجه كده. فكون الحاجات دي تتوزع وكل واحد يشيل جزء من الشيله ويتحاسب عليها، يا رب يا رب.
تقييمك يا دكتور للنظرة إلى الأرض أنها الأرض الزراعية في الصحراء أنها تستحق آلاف البنيات. تستحق إيه فعلا؟ آلاف البنيات، هذه الرمال الصفراء من غير جهد ومن غير عرق ومن غير شباب بيشتغل ومن غير أجهزة ري محوري ومن غير فكر في إدارتها تستحق مال. هل هي تستحق مال بدون كل هذه الأشياء؟ يعني إيه مال؟ يا فندم انت بتعمل تنميه يا فندم، انا عاوز اعطيك حاجه. مصر انا على فكره البعض مش عارف افهم، مصر قاعده على 5-6% وفيه عندي على الاقل 94% من ارض مصر مش مشغول خالص ومش مستخدم. صحيح. وكل يوم افتح الجورنال بتاع حضراتكم الاقي ما في الاراضي، مش عارف ايه الاراضي. ايه القضيه؟ مش اراضي، القضيه قضيه منتج وتشغيل. شغل لي ناس وطلع منتج ووكل الناس وصدر وساهم في بناء المجتمع في مصر. الارض نفسها كارض لوحدها ملهاش قيمه. سمعت حضرتك بدات او وجهت الشباب للتوجه للسوق المحلي ببراند اسمه دالتكس اللي هو كلنا عارفينه. عايز اعرف ايه الفكر اللي حضرتك قلته عشان خاطر نتوجه للسوق المحلي بمنتجات دالتكس اللي هي خاليه من المبيدات، مزروعه باحدث النظم العالميه، تعتبر اجود محاصيل في السوق المحلي. في الحقيقه السبب الرئيسي ان هناك بعض الاسواق شديده الحساسيه بالنسبه للزراعه النظيفه والمنتج الغذائي النظيف، سواء في المانيا او اسكندنافيا او سويسرا او انجلترا. دي بلاد بتقود حاجة مهمة جدا، مش بسهولة المنتج يدخل في هذه البلاد. أراد الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا المنتج بتاعنا تحت اسم مصر موجود في هذه الأسواق وبقدر كبير الحمد لله. يعني السوق الألماني أما يكون كل الشركة بتودي فيه 60-70 ألف طن من صنف واحد بطاطس السوبر ماركت في المانيا، سواء بخلاف بطاطس سواء موالح سواء عنب سواء رمان، السوق ده ما بياخدش غير زراعه نظيفه ومعروف. يعني اصبح بفضل الله سبحانه وتعالى المعروف كلمه دالتكس يعني زراعه نظيفه ما فيهاش متبقيات، ولم يحدث في اي مره من المرات ان احنا رفضت لنا رساله اللي انا فيها متبقيات مبيدات. فاصبح البراند الموجود في الحته دي بيعبر عن الكلام ده. فمن حقنا على نفسنا وعلى البلد، ناحيه على نفسنا ان احنا نستفيد ان في براند الناس بتثق فيه وتعرف ان احنا لا يمكن نغش المستهلك ولا يمكن ان احنا نقدم له منتج ما يقبلوش ناكله في بيوتنا. فمن حقنا ان احنا ننزل هذا المنتج بهذا البلد، ومن حق المستهلك المصري ان ياكل بضاعه ودخلها لاطفاله وهو يعلم تمام العلم انها نظيفه. الدكتور سمير النجار هيضخ مش اقل من 1 مليار جنيه في الاستصلاح والاستزراع لمساحه ال 20,000 فدان الجديده، وهيشتغل في الارض دي حوالي 2000 شاب عماله ثابته على الاقل، والاف الشباب عماله غير ثابته، وخصوصا في مواسم الحصاد. ومحاصيل الوادي من ارض دالتكس هتنزل لاول مره في السوق المحلي باعلى جوده، وكالعاده هتغزو اصعب اسواق العالم. دالتكس قصه نجاح كبيره جدا في بلدنا. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي مهدي زيدان، رجل الصحراء الأول في الوادي الجديد، والذي يكشف وجود منطقة مجهولة تدعى قوس أبو سعيد، ويمكن زراعة 250 ألف فدان بها، حيث تعوم على نهر من المياه. اللي هتشوفوه دلوقتي شاب اسمه مهدي زيدان. مهدي ينتمي لواحدة من أكبر القبائل في الوادي الجديد واللي بتمتد لبعض الدول العربية. هناك كشف لنا عن سر كبير جدا، منطقة بكر اسمها قوس أبو سعيد. المنطقة دي مساحتها يمكن تتجاوز 250 ألف فدان، ما فيهاش عود أخضر واحد، ورغم كده تحتها 3 أنهار من المية. هو قال كده وأكد إن الكلام ده بناء على أبحاث كبيرة جدا قامت بيها واحدة من شركات البترول العالمية الكبيرة اللي نقبت عنه في الوادي الجديد. خليكم معانا عشان نشوف مهدي هيكلمنا إزاي عن قوس أبو سعيد، ونتعرف على واحدة من أجمل المناطق اللي إحنا زرناها وتحركنا لها فورا بفريق الجدعان. مهدي زيدان رجل الصحراء الاول في ابو منقار بالوادي الجديد، حافظها شبر شبر، وانشا الكامب الوحيد اللي في ابو منقار للسياح عشان رحلات السفاري للصحراء البيضاء وبحر الرمال العظيم، ومعاه شريك اسباني.
ملائم للتربة. في تربة متماسكة لازم يديها مية قليلة، في تربة عميقة تحتمل، في تربة أصلا يعني خفيفة زي تربة شرق العوينات تحتمل كميات مية أكثر. التربة هنا عاوزة مياه أقل، ويجب أن يكون في محاسبة جيدة ونظام ري جيد اللي نسمي عليه يعني المانجمنت في الري، إدارة الري. لازم تكون إدارة حكيمة وحكيمة فاهمة صحيح، وهي بتتعامل فيها لازم تختلف من محصول لمحصول ومن جو إلى جو. هل هيحصل استفادة وتبادل خبرات ما بين الشباب في الريف المصري الجديد وبين المستثمرين في هذه المواطن؟ أنا الاتصال الوحيد اللي تم ما بين الريف المصري وبين كان الأسبوع الماضي، اتصل بي رئيس شركة الريف المصري وطلب إن احنا نقعد معاه، وأنا قلت له تليفونيا أي شيء محتاجه هذا المشروع، مشروع المليون ونص أو شركة الريف المصري، احنا تحت أمره بدون اي مقابل، بس باسلوب منظم، نعرف بنعمل ايه، مطلوب مننا ايه، بنعمل ايه، بنقول اللي احنا نقوله يتقال مكتوب وواضح، واذا راق لهم يتفضلوا يستعملونا، اذا شايفين ان احنا مش مفيدين احنا تحت امرهم، لكن احنا اذا طلب مننا شيء فيه مصلحه هذا البلد، مش انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي وبتكلم عن زملائي من شركات زراعية وشركات تصدير على 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 وجه التحديد. احنا تحت امر اي خليج او اي جهة تحب تستفيد من خبراتنا بننقل لها الخبرة بتاعتنا، وهي لها الاختيار انها تاخد منها ما تشاء وتطلب منه ما تشاء، سواء يزرع ايه، يروي ازاي، يسوق محصوله ازاي، يصدره ازاي. ما هو السر، ما هوش كهنوت. الوادي الجديد كان الاتجاه نحو تمليك هذه الاراضي للمستثمرين، انتم من اخترتم حق الانتفاع، ايه الهدف؟ لا احنا وقت الكلام كان كلام حق انتفاع، وكنا متصورين حق الانتفاع يبقى 50 سنه او 70 سنه، قالوا لا ده 25 لانه محاضر، لان انا واخد حق انتفاع قبل كده في مزاد في شارع العينات، افتكر يا 47 49 سنه ما حضرنيش يعني، قالوا 25 لانه محاضر. بعد كده استجدت ان هم قابلوا مستثمرين اخرين واتكلموا معاهم ان ياخدوا حق الشراء، فهم اعطوهم حق الشراء وما ادوناش الحق ان هو دول الاخرين، لكن اعتقد ان احنا لو طلبنا ان نتساوى الاخر هيساوونا بالاخر يعني. هو العقد هي الفكره كلها، انا يهمني الاتي، ارض تزرع، ناس تتوظف، ناس تشتغل، مصر تنتج وتغطي جزء الاستهلاك المحلي وجزء للتصدير والعجله تدور. انا الحمد لله بزعم ان شركتي الصغيره بتتعامل مع حوالي 7 مليون بني ادم في مصر. عدد العاملين في الشركه سواء السنين او المصريين بيتجاوز ال 10,000. التفويض اللي منحه رئيس الجمهوريه للساده المحافظين للتصرف في الاراضي بنسبه 20% و80% وحاليا بداوا يشتغلوا فيه، وبموجبه تم التصرف في 70,000 فدان للمستثمرين، هل انت شايفه هيبقى فاتحه خير على الوادي الجديد؟ انا بالنسبه لي مش بتكلم على الوادي الجديد في الحته دي، بتكلم على مصر. بالنسبه لي عشق ان يبقى لا مركزيه، ادي تفويضات لكل واحد في موقعه وخليه يشتغل وحسبه. مصر مش هينفع ابدا ان نسبه كبيره جدا نايمه ومتكل على الاخر عشان يوكلها. النهارده لما يبقى فيه تفويضات كامله للمحافظين سواء في الارض الزراعيه او في خلافه هيحصل ايه؟ ان كله هيشتغل، كله هيحاسب، كله قلقان وخايف لانه هيقدم تقريره أنا انت عملت ايه؟ التفويض ده بيتبعه ايه؟ يعني حضرتك فوضتني، بعد ما تفوض بتقولي تعال انا فوضتك، ايه اللي انت عملته في ده ده ده؟ لازم اقدم لك تقرير. كل واحد مننا بيبحث ما نطلق عليه سكسس ستوري، قصه نجاح. فانت اديت الفرصه للمحافظ يا يعمل قصه نجاح يا روح. صحيح. فطبعا يعني يبقى احد الجدعان ولا لا؟ احنا تعبنا قوي مع هيئه التعمير، انا ما يعني ما بتكلمش على رئيسها الجديد لانه ما بقالوش ايام، لكن احنا تعبنا جدا. انا على مدى ال 50 عام احنا تعبنا
في كوربشن وفيه كسل وفيه عدم اداء وفيه عدم تنفيذ في حاجه كده. فكون الحاجات دي تتوزع وكل واحد يشيل جزء من الشيله ويتحاسب عليها يا رب يا رب. تقييمك يا دكتور للنظره الى الارض انها الارض الزراعيه في الصحراء انها تستحق الاف البنيات. تستحق ايه فعلا؟ الاف البنيات، هذه الرمال الصفراء من غير جهد ومن غير عرق ومن غير شباب بيشتغل ومن غير اجهزه ري محوري ومن غير فكر في ادارتها تستحق مال. هل هي تستحق مال بدون كل هذه الاشياء؟ يعني ايه مال؟ يا فندم انت بتعمل تنميه يا فندم. انا عاوز حضرتك حاجه، مصر انا على فكره المعادله مش عارف افهمها، مصر قاعده على 5-6% وفي عندي على الاقل 94% من ارض مصر مش مشغول خالص ومش مستخدم. صحيح. وكل يوم افتح الجورنال بتاع حضراتكم الاقي ما في الاراضي، مش عارف ايه الاراضي، اراضي ايه؟ القضيه مش اراضي، القضيه قضيه منتج وتشغيل. شغل لي ناس وطلع منتج ووكل الناس وصدر وساهم في بناء المجتمع في مصر. الارض نفسها كارض لوحدها ملهاش قيمه. سمعت حضرتك بدات او وجهت الشباب للتوجه للسوق المحلي ببراند اسمه دالتكس اللي هو كلنا عارفينه. عايز اعرف ايه الفكر اللي حضرتك قلته عشان خاطر نتوجه للسوق المحلي بمنتجات دالتكس اللي هي خاليه من المبيدات، مزروعه باحدث النظم العالميه، تعتبر اجود محاصيل في السوق المحلي. في الحقيقه السبب الرئيسي ان هناك بعض الاسواق شديده الحساسيه بالنسبه للزراعه النظيفه والمنتج الغذائي النظيف، سواء في المانيا او اسكندنافيا او سويسرا او انجلترا. دي بلاد بتقود حاجه مهمه جدا، مش بسهوله المنتج يدخل في هذه البلاد. اراد الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا المنتج بتاعنا تحت اسم مصر موجود في هذه الاسواق وبقدر كبير الحمد لله. يعني السوق الالماني اما يكون كل الشركه بتودي فيه 60-70 ألف طن من صنف واحد بطاطس السوبر ماركت في المانيا، سواء بخلاف بطاطس سواء موالح سواء عنب سواء رمان، السوق ده ما بياخدش غير زراعه نظيفه ومعروف. يعني اصبح بفضل الله سبحانه وتعالى المعروف كلمه دالتكس يعني الزراعه النظيفه ما فيهاش متبقيات، ولم يحدث في اي مره من المرات ان احنا رفضت لنا رساله اللي انا فيها متبقيات موجوده. فاصبح البراند الموجود في الحته دي بيعبر عن الكلام ده. فمن حقنا على نفسنا وعلى البلد، نحط على نفسنا ان احنا نستفيد ان في براند الناس بتثق فيه وتعرف ان احنا لا يمكن نغش المستهلك ولا يمكن ان احنا نقدم له منتج ما يقبلوش ناكله في بيوتنا. فمن حقنا ان احنا ننزل هذا المنتج بهذا البلد، ومن حق المستهلك المصري ان ياكل بضاعه ودخلها لاطفاله وهو يعلم تمام العلم انها نظيفه. الدكتور سمير النجار هيضخ مش اقل من 1 مليار جنيه في الاستصلاح والاستزراع لمساحه ال20 الفدان الجديده.